السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مباشرة من الطريق الساحلية. واليوم الحد، واش ما كاين حد؟ لا، الدنيا عامرة. ربما صادفنا مع هاد اللقطة اللي شوية كتبان الدنيا خاوية، ولكن اجوا نشوفوا الطريق الساحلية كيفاش دايرة والاجواء كيفاش دايرة في العرعورة. كما كتعرفوا اليوم الجو صباح سخون سخون لواحد الدرجة ما تتصورش، ولكن كنقول لكم الناس اللي غادي يهبطوا للبحر اليوم غادي يلقاو الاجواء بارده. الله يرحمنا الله يرحمنا والله يخفف علينا يا ربي، الله يخفف علينا ما نزل. كما كتشوفوا هنايا الجنبات ديال الكونتر بالقرب من شاطئ الرمال الذهبيه، هنا كذلك حنا في اتجاه ديال شاطئ كازينو اللي هو شاطئ تماره. صراحة الطريق الساحلي ولات واحد الحلة جميلة، حلة جديدة. كنتمنى من الله يحافظوا على هذا المكسب هذا، وكنتمنى من الجهات المسؤولة كجماعة العرعورة انهم يحاولوا يواكبوا هذه المشاريع هذو، لانه ماشي من السهل. مشاريع ضخمة يعني غير باش تواكبها من ناحية الاصلاحات، وهذا لا قدر الله فما سهلاش. كنهضروا على أعمدة كهربائية جودة عالية، كنهضروا على طرقان، كنهضروا على الجارديناج، كنهضروا على التشوير الطرقي، يعني مجموعة من الأمور. كنبغي نقول للإخوان اللي كيهبطوا للبحر الله يجازيكم بخير، ردوا البال في الطريق خصوصا مع الممرات ديال الراجلين، لأنه ممر الراجلين الأسباق هي للراجلين، ما كاينش الإشارة الضوئية، يعني هنا ردوا البال. كيجي الراجل كيحط رجله خصك توقف. كنلاحظوا ان بعض السيارات كيمشيو بالسرعه ديال اكثر من 60 كيلومتر في الساعه هنا، و60 ما خداماش هنا. هنا الا فتي 40 50 تقدر تقيس شي واحد لا قدر الله، خصوصا في العشيه كتكون الطريق عامره واقفه. يعني الناس كاين اللي يقدر يستغل الطريق ديال طريق الفلاح ويلقى راسو خرج جهه الوفاق، يعني كاين بزاف ديال الامور يقدروا يستغلوها تفادي الاكتظاظ. هذا هو اللي كاين، واللي خارج ما مزروبش وهذا راه يبقى غادي مع الطريق ما عندوش المشكل. اللهم يسر يا ربي، وعطلة سعيدة للجميع ونهاية أسبوع موفقة للجميع. ما تنساوش الاشتراك في القناة والبارطاج باش يوصلكم الجديد، البارطاج ثم البارطاج والاشتراك، لأن بالاشتراكات ديالكم غنستمروا معكم إن شاء الله ونقربكم من كل كبيرة وصغيرة كتعلق بتراب عمالة صخيرة تمارة، سواء عين عودة، المنزة، أم عزة، الصباح، صخيرة، تامسنا، سيدي حيا، زعير، تمارة. نتمنى من الله ما نكونش نسيت شي وحدة. هنا شاطئ كازينو اللي معروف باسم شاطئ تمارة، اللي فيه باركينغ تحت الارض هنايا اللي كيس تقريبا ازيد من 300 سيارة كمعلومة. ربما باقي الباركينغ بالمجان، باقي بالمجان. طلبوا الله تيسر الامور، الله يسخر. مبادرة طيبة صراحة من صاحب المشروع. كما كتعرفوا الطريق هذه غدينا للنفق ديال الهرهورة، النفق اللي كنا واكبناه معاكم نهار بنهار الاشغال ديالو، واللي تبارك الله مشى بواحد الوتيره مزيانه. طلب الله تيسر الامور والله يسخر. هذه هي الاجواء ديال الطريق الساحليه في النصف الاول من يوم الاحد، في انتظار الامسيه اللي غتكون يعني الطريق عامره. في المساء غتكون الطريق عامره، ردوا بالكم الله يجازيكم بخير. وطريق السلامة للجميع، طريق السلامة للجميع، والله يحفظكم من كل سوء. تهلاو في راسكم، ومن نفق الهرهورة كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.